الأرز المقلي مع الجمبري، خليط الروبيان حوالي 300 جرام روبيان صغير الحجم، نص ملعقة صغيرة كمون، ربع ملعقة صغيرة ملح، رشة فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة بابريكا، بيضة وحوالي كوب من الدقيق. خليط الأرز، 2 كوب أرز بسمتي، ملعقة كبيرة زيت ذرة وملعقة صغيرة ملح. خليط الصلصة، 3 ملعقة كبيرة زيت ذرة، 2 ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم، قرن فلفل أحمر مفروم، ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم، 4 فص ثوم مهروس وربع كوب صلصة الصويا. للتقديم 10 فصوص ثوم شرائح، 2 عود بصل أخضر مفروم أو مقطع مع الأوراق، وللقلي زيت ذرة. أعزائي المشاهدين، الطبق اللي حنعمله هلأ، طبعا ست ليلى انبسطت إنه قلنا كلمة جمبري، طبق لطيف ممكن أستعمله كطبق جانبي أو لوجبة عشاء، لوجبة غدا خفيفة برضو ممكن، لأنه في طبعا بروتين وفي الفوسفور وفي طبعا الرز، فممكن في كل الحاجات فلو جنبه طبق سلطة ممكن يبقى ينفع، وفي رمضان برضو طبق جانبي شوي تغيير، يعني عارف في رمضان الناس بتيجي على الأواخر كده بتحس إنه عايزة حاجة مختلفة كده أيوة، فالطبق ده لطيف جدا. وحنقول بعض الأفكار وإحنا بنشتغل، نستعرض مع بعض المكونات اللي حنحتاجها. روبيان، كمية الروبيان على حسب ما انتم بدكم في الطبق، يعني عارفة 300 جرام او 500 جرام، قديش انا عايزة روبيان يبقى كمية اكتر، فدي منهاش عيار ثابت او كده. بالضبط بالضبط. هنحتاج شوية رز، انا عندي رز بسمتي هون او رز مزة زي ما بتحبوا، اي نوع انتم حابين من انواع الرز بتقدروا تستعملوه حسب ما بدكم، ممكن الرز الامريكي اذا حبيته. الرز طبعا انا هغسله كويس وانقعه وبس بصفيه قبل ما اشتغل فيه على طول، اخلي الرز جنبي وابتدي. انا عايزه اطبخ الرز، انا عندي هون شويه مي، انا هلا كاني بدي اسلق الرز، ننقلها هنا، حرش شويه ملح، ما عنديش عيار خالص، يعني حوالي معلقة كبيرة، مش يعني اقصد لانه ديك انا عارفة ما بنسلق المكرونة ما بنعيرش الملح لا خالص. هحط قطعتين من ورق الغار ودول حسب ما انا عايزة، ده بيبقى مع العيش ورق الغار. بالضبط بالضبط. هحتاج احط هنا حوالي ملعقة من الزيت، طبعا بس عشان الرز لما يطبخ ما مفلفل. تمام، بس مجرد هلا ما تاخذ المي تبتدي تغلي حضيف الرز، واثناء ذلك خلينا استعرض الحاجات اللي انا محتاجاها. هحتاج هنا قلايه فيها زيت غزير للروبيان، ودي القلايه اللي هي بنسميها القلايه الصينيه، دي بردك هنحتاجها تبقى جاهزه للشغل بس مش هنستعملها دلوقتي، نبتدي خطوه خطوه عشان ما نتلخبطش واحنا بنشتغل وما الخبط لكمش المعلومات. هخلي الرز جاهز يبقى جنبنا، بدأت تغلي معانا المية شوية. ممكن أضيف الرز زي ما قلنا، أي نوع من الرز حابين تستعملوه بيمشي الحال. بس هي حلو ورق الغار بيديله طعم حلو، طعم ده حلو جميل يعني جديدة. وإذا عندك ورق غار فريش برضو بيعطوا طبعا، موجود دلوقتي في الأسواق الورق الغار الفريش بالشكل هذا بيبقى. أعزائي المشاهدين، أنا هلأ هخلي الرز كأنه رز مشخول اللي بنعمله بالمدفوس والحاجات دي والأكلات دي. كلام شوي عن الروبيان، الروبيان يفضل أنه يبقى مقاس صغير، طبعا في بعض الوصفات نقول الروبيان الجامبو، هنا لا، حلوة أنه عندي مقاس صغير. هبتدي أتبل الروبيان بأي تتبيلة أنتوا عايزينها، أنا هقترح شوية إبهارات ولكن أنتوا لكم حرية تغيير الإبهار حسب ما بتحبوه. في طبق عميق كده حضيف الروبيان، حضيف له شوية فلفل أسود. هو أنا غطيت غطيتي تسلم إيدك. شوية كمون مش كتير، هو الكمون مفيد جدا، مفيد جدا. شوفي أنا هلأ أخت ليلى، أنا خالطة ما بين المطبخ الآسيوي والمطبخ العربي في الوصفة دي، هتلاحظي دلوقتي الخلطة عاملة ازاي. وبعد كده بضيف عليهم بيضة، نكسر البيضة لوحديها
حضيفه للبيضه على الروبيان، اقصد على الجمبري، على الروبيان كله نفس الاسماء يعني. وبعد هيك عندي شويه طحين بردك. الطحين ده انا هحتاج احطه في طبق اكبر شويه عشان الكميه هتزيد دلوقتي. هبتدي هلا اقلب البيضه يتغطى الروبيان كده كله على بعضه، مش واحده واحده كده، ما نغلبش حالنا خالص في الموضوع ده. تمام. هلا بشيله شويه، احاول قدر الامكان يعني اصفي كده شوي واحطه في البيض، تغطيه خفيفه بردك. دي على فكره وصفه روبيان مقلي لو عايزين تستفيدوا منها كروبيان مقلي لوحدي كده. ست ليلى شوفي خلي بالك الفيليه يمشي نفس التتبيله، فيليه سمك الفيليه ممكن بس اذا قطعه صغيره ممكن. طبعا جميل برده. هلا انا عم بحاول احط حبه حبه، ليش؟ لو حطيته كل مره واحده هيعجن وما يبقاش كل مره واحده. تشوفي لنا اخبار الرز ايه دلوقتي؟ يبقى احنا خلصنا، حطينا الروبيان زي ما شفتي خطوه خطوه، والخطوه دي لازم اعملها مباشره قبل القلي عشان ما يعجنش معايا الروبيان. يعني اطلع من هنا على القلي على طول. نشوف الرز، اعتقد هيك كفايه لانه خلاص تضاعفت الحبه اتسلق. هلا بصفي الرز اعزائي المشاهدين، هاي من الخطوات المهمه جدا، اني بعد ما اصفيه ارجعه تاني في الحله واسيبه على نار هاديه كده عشان برضه يكتمل النضج على بخاره، مش بضيف له اي حاجه بعد تانية. ما يصفى بتولع على مره كمان بس واطي بقى على نار هاديه خالص. بيبقى جميل. عندي مفلفل بالطريقه دي. ما شاء الله جميل. الله يخليكي. ده طبعا لسه احنا هنبقى نجهزه ونكمل هلا خطوه اللي هو الروبيان. هنقطعه كده. ايوه اعزائي المشاهدين، بدينا نقطع هلا الثوم الى شرائح. انا الثوم ده هستعمله على شكلين، ده المجموعه شرائح بس دي حاجه للتزيين زي ما قلتي جانبيه، اذا حبيتوا تعملوها كنبيها ممكن تستغنوا عنها. هاخد الثوم ده بس نحاول ناخد الكبار كده منه عشان ايه بيبقى شكلهم جميل كده لما بنقليهم. ممكن الباقيين بقى هنهرسهم تاني في الزيت الحار بس هيك كم حبه دول حركات يعني عارفه اللي هو الديكور. ديكور. شوفي بقى الثوم لما بيتقلي بيبقى شكله جميل قوي، ياخد اللون الذهبي كده. ممكن طبعا نكون عاملين كميه كبيره وتبقى جميله كده للتزيين. هنشيلهم بقى كده. بصي بقى الجمال شكله جميل قوي. ونحاول ناخد الفصوص الكبيره عشان نقدر عشان تبقى باينه اكتر. يبقى باينه. هبتدي اقلي الجمبري في الزيت السخن ده، وزي ما قلنا اللي حابين وصفه جمبري مقلي كده بالطريقه دي بيبقى لذيذ جدا. مش هنحط كميه كبيره في القلايه عشان ما يعجنش كده على بعضه. اعزائي المشاهدين زي ما قلنا اللي حابين وصفه روبيان طيب جدا جدا كده بالطريقه دي. بصي يا ست ليلى جميل. انا في اثناء ذلك هبتدي اسخن هين شويه زيت في القلايه الكبيره دي. طبعا احنا ناخد شويه من زيت الروبيان. شوفي بقى الجمال ده. هنحط الحاجات دي كده، تقدري تنقليها على طرف السكينه كده تحطها لنا بعد اذنك. بس اهم حاجه انه على طول نحط في الدقيق وعلى طول على القلي، يكون حار كمان قوي وعلى القلي على طول ما نركنوش. اعتقد ده كده خلاص جميل جدا. هلا هنضيف الفلفل الاحمر كتير. جميل. اذا كتير قولي لي. نعم. هبتدي هلا احط الروبيان اللي قليته بس ياخد طعم النكهه. الثوم مع الجمبري مع الفلفل تقليب خفيف كده. هضيف دلوقتي صلصه الصويا. هي دي بقى الاسيويه. التغيير عننا بقى كعرب يعني. بالظبط بالظبط بالظبط. هاخد تقليبه كده خفيفه كده لغايه ما صلصه الصويا برضو هلا الروبيان ابتدى ياخد طعم الصلصه. حتى شكله ابتدى لونه ياخد اللون العسلي. بالظبط صار هلا الطعم مركز بقى جدا دلوقتي. هلا باخد الرز، خلينا اقرب الحله دي كده جنبي
وابتدي احط الرز. طبعا النار لازم تبقى عاليه جدا، خلي بالك. مش واطي يعني، لازم تكون خالص عالية. لازم نار قويه كده. خدتي بالك الرز نتر ازاي؟ احنا بنقول عليه بالمصري مفلفل يعني. مفلفل. وابتدي برضو تقليب تقليب كده على نار قويه جدا. ما احطش كميه كبيره في الاول عشان يعطي مجال للرز يتقلي كده، كأن الرز ويشرب بقيه الصوص اللي فاضي. بالظبط، وعم بتحمص الرز وبتطلع الريحه الطيبه فظيعه. وطبق كامل من كله، والجميل جدا. يمكن هيسيبه لكل اللي على السفره ويحبوا يجربوا الطبق ده، لانه زي ما قلنا جميل. بنكون محتاجين نغير كده يعني. اعزائي المشاهدين، نشوف بعد هيك طريقه تقديم الرز المقلي. نغرف الرز المقلي مباشره، هو سخن طبعا. هلا الكل برا هيكون مستعد لتناول هالطبق، لانه ريحته ملات البيت. لا، وسبحان الله، في رزايه ورزايه، واحده فاتحه وواحده غامقه. لانه حسب سبحان الله، جميل قوي. هلا بتتذكري احنا قلنا في عنا الثوم اللي قليناها، ده الكرنشة بقى بتاعته. ايوه، بنوزع الثومه. واذا عندنا شويه بصل، هذا بيعطيني برضو كثير طعم لطيف، اللي هو البصل الاخضر. اساسي جدا مع الاطباق دي، بصل مقطع مع الورق الاخضر. انا حزود كده على داير الطبق، بحب انا اكتر البصله دي. جميل. اعزائي المشاهدين، ان شاء الله الطبق يكون عجبكم.